السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا شرح بسيط عن كيفية حفظ الكلام اللي نكتبه، أو حفظ الأشكال اللي راح نسويها، أو أي شيء يعني مربع دائرة باستخدام برنامج البوربوينت، وهو من أحد برامج الأوفيس. الآن ندخل عليه. الآن عندنا مثلا لما أدخل أي كلام أبغاه، مثلا أكتب هنا كيف الحال، تمام، أكبرها بشكل هذا، وش أضغط؟ كيف أحول هذه إلى صورة؟ نضغط من هنا حفظ كصورة، نختار الصيغة اللي نبغاها، نبغى بينج، نبغى جي بي جي، نبغى المهم اللي نبغى، ونختار الملف اللي حابين نحفظه فيه. أنا راح أحفظه مثلا، كما تلاحظون انحفظت عندنا الصورة هذه، شوفوا تمام انحفظت. ولا والميزة بعد أيضا أنها انحفظت يعني بدون خلفية. مثلا عندنا هنا لما نلاحظ نحط الخلفية، تمام، شوفوا بدون خلفية، حلو مرة جدا جميل. طيب أنا أبغاها بخلفية، نقول هنا مثلا تعبئة الشكل نبغاه باللون الأبيض، نحفظها، تمام. الآن نشوف ناخذها من جديد، وهنا نلاحظ أنها صار الخلفية لونها أبيض، تمام. عندنا مثلا أبغى أسوي أشكال، مجموعة أشكال مثلا هنا، وأدخل مثلا داخلها دائرة، الدائرة مثلا تكون باللون الأحمر مثلا بشكل هذا، راح أحفظها، ودي أحفظها بصورة، تكون كصورة، نحدد عليها كلها، ثم حفظ كصورة، نحط حفظ، تمام. الآن نلاحظ أنها تحولت إلى صورة. طبعا نختار أي صيغة نبغاها، شوفوا تحولت إلى صورة، ممكن نحطها في فيديو، ممكن، فهذه أبسط صورة أنك تصمم فيها يعني تصميمات وكذا، وجدا جميل. يعني نقدر مثلا نغير الأشكال، مثلا نحط هنا داخل كتابة، مثلا راح أكتب هنا راح أكتب هنا داخل مثلا كيف الحال مثلا على سبيل المثال، واحفظها كلها، حدد عليها كلها، تمام، وحط حفظ. تلاحظون الآن أنها تغيرت، نفتحها، شفت شلون؟ وشكرا لكم.